كل لغة نفاق، لأن كاينين 70 ديال المحللين ما سميوش 70% منافقين ما كيقدروش يهضروا بالصراحة. علاش ديما غنقول لك الإعلام المصري متفوق على الإعلام المغربي؟ ما كاينش نفاق في التحليل السيامين. أول حاجة السي عادل رمزي، هذه المباراة رقم 29، كتسمعني؟ تفضل. كتسمعني السي أمين؟ كنسمعوك اخويا، تفضل كنسمعوك. هذه المباراة رقم 29 ديال عادل رمزي في 5 شهور مع الوداد. لعب 3 المباريات في كأس العرب، 5 المباريات ودية، 8 في البطولة، 5 في عصبة الأبطال، و8 في السوبر ليج الإفريقي. 29 مباراة والكرة الهولندية ما بانش في أرضية الميدان، 0 محاولة. هذا كنسميه أنا تشرد التقنية السي أمين، انحطاط كروي تقني. ما عمرني شوف شي نادي كبير على وجه الأرض. إذا كان المكتب المسير كيحترم الجمهور ديال فريق الوداد، هذا الكلام اللي ما قادر يقوله حتى واحد. أنا كنقول رمزي اعتبرني عدو ديالو اليوم. رمزي كان مكون في بي إس في أندوفن، ما عمره في المسيرة الكروية ديالو درب فريق سينيور ديال شي فريق. ما يمكنش أي دقيقة زادها رمزي مع الوداد هي انتحار كروي كبير السي أمين. باش نكون معك واقعي، أنا بغيت غير شي واحد يفسر لي، ما نبقاش نناقش في الكورة. بغيت على الناس يشرحوا لي شنو هي الكرة الهولندية. أول مرة في حياتي غنشوف الكرة الهولندية 0 محاولة في المباراة. هذا رقم مستفز. غتجي غتقول لي التركيبه البشريه السي امين، انا نناقش معك بوست بار بوست. العملود عطيه الله جبران، لاعبين دوليين في المنتخب دو عصبه الابطال، ونجم لاعب فاز بعصبه الابطال، مترجي فاز بعصبه الابطال. عندك 5 اللاعبين دو عصبه الابطال مزيان. الدراوي احسن لاعب في الجزائر سنتين مع فريق هو اللي كيمثل الجزائر في عصبه الابطال لشباب بالوزداد. حركاس تجربه افريقيه جبتيه، لاعب متمرس. سامبو لعب معاك في نادي عصبة الأبطال. فينا هما هاد اللاعبين ضعاف ماشي في قيمة الوداد؟ نقدر نختلف معاك، أنت دابا اللي كانت البعض منا ماشي كلشي خايب، الهوني كنعرفوا القيمة الكروية ديالو ماشي في المستوى. أنت السي المدرب ملي كيكون المهاجم اللي أنت درت لك الإدارة ماشي في مستوى، كتجتهد وكتغير من النمط ديال الخطط. راه كاين مدربين كيلعبوا بلا تسعود. راه غوارديولا ما كانش عنده هالاند ودا البريمير ليغ بلا أفا سونتر. هذا ماشي مبرر. المدرب كيجتهد كيغير الخطط وسط المباراه. اليوم السي عبد الحق بن شيخه الى الله شد سيمبا جوج سيمانات، شدهم جوج سيمانات السي امين، 15 يوم شوف سيمبا الاداء كيفاش كان. راه واحد اللحظه كان شيء مستفز ان تبان لك سيمبا داير الضغط العالي على حامل الكره في مربع عمليه الوداد. هذه راه اهانه في حق كره القدم الوطنيه. وانا كنعتبر سيمبا فريق عادي جدا. تصور الضغط على حامل الكره في مربع العمليات، اسمح لي السي امين، الوداد خصها مدرب في الكاليبر ديال الوداد. الناس فاش تطرح الاسم في الصيف ديال عبد الحق بن شيخه ولا بن زرتي، ناضوا الكتائب الفيسبوكيه كيحاربوا هاد الاسمين وحاربوا مدربين كبار بحال عموته. راه معروفين شكون هما هادو. انا كنقسم لك بالله السي امين، ولادي حرام عليا، ما كنعرف حتى شي واحد في المكتب مسير الوداد ولا عندي الرقم ديال شي لاعب في الوداد. اللي بغى يتقبل هضرتي مرحبا، اللي ما بغاش مرحبا. المحللين خصهم يناقشوا هاد الفداحه التقنيه اللي جاب بها عادل رمزي لفريق الوداد البيضاوي. من النفس الرياضي، فعلا من النفس الرياضي، ملي كيكون المدرب كيخاف كينقل الخوف اللاعبين. ملي كيكونوا اللاعبين كيشوفوا المدرب في بنك احتياط خايف كينقل لهم الخوف. انا كنذكر نهائي عصبه الابطال 2019 اللي تسرق الفريق الوداد. النقاش كان مطرود في الشوط الاول. اسمح لي على هذا المصطلح، الوداد عاموا على الترجي، عاموا عليهم ب10 اللعابه، وكان الترجي انذاك فريق قوي، ورجعت الوداد بالتعادل وكانت غتربح بكره ونجم. هنا كتبان لك شخصيه مدرب كينقلها اللاعبين. عبد الحق بن شيخه مدرب كبير وبانت اللمسه ديالو بلاعبين عاديين. الا كانوا الجمهور الوداد كيتشكى انتدابات، اش غيقول جمهور سيمبا؟ فريق سيمبا غنقولها ونكررها فريق عادي جدا. ولكن اليوم اللي خلى فريق سيمبا قوي تكتيكيا ب4 2 3 1 والضغط العالي على حامل الكره هو المدرب سي عبد الحق بن شيخه اللي هو استاذ محاضر في لاكاف. اللي بعض الناس ما تيفهموش في كره كيقول لك ماشي مدرب. السماسرة والوكلاء عارفين بان كاين شي مدربين كبار الا جابتهم الوداد كيزعجوهم، ولا جابتهم كذلك الرجاء كيتزعجوا لان الكاميله ديالهم غتمشي. السي رمزي انا كنقول لي خطاب ما عندي معاه حتى شي مشكل، دوز حقبه ديالو كلاعب، ولكن اي دقيقه زاد في الوداد راه انتحار تقني كبير السي امين. دخل سرغات ولات الوداد لعبه بتروا كاسور او لعب مع ليفربول، جبران دراوي وسرغات. تصور فريق الوداد محتاج انتصار ولعب 3 ديال اللاعبين وسط الميدان الدفاعي بحال كيقلب على التعادل. هذه تعطيك اش من طين المدرب.